Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Asiya İzləyicilər, təkrar sizin olduq səsiniz proqramı ilə. Təbii, bugün proqramımız Kərkük Universitetindədir. Təbii, proqramımız bugün fərqli olacaqdır. Konusu da budur. Online sınav necədir? Tələbələrin istəyirik, öğrencilerin görüşü olacağı, baxaq, nə deyəcəkləri var? Sınav üzərinə, təbii, korona virusundan sonra bütün aləmdə oxumaq, dərəsə, həbsə təhvil oldu onlayna. Yəni, hər kəş evdə oturub internet vasitəsilə, onlayn vasitəsilə, hər kəş oxurdu. Hər qalma davam etməklik cəmiədə. Amma bizim Əraqda Vüzər Təlim-i Ali bu il sənə dərəsə edə bilirdi, yəqin, bir qərar çıxartı. O da bəzi maddələr var. Elmidi, onlar məfruz gəlir cəmiədə davam olsun, hətta cəmiədə alsın özün. Amma bəzi külliyələr var, onların elmi maddələri olmadığı üçün onlar davamları, dərsləri onlayndı il bitənə qədər. Təbii, biz yine gəlik burada. Tələbələrin görüşünə alağın onlar ki, əlmi maddələri var, həftədə bir gün davam edirlər, görüşünə alağın, baxaqa nə deyəcəklər var? Təbii, biz tələbələrin görüşünə aldıqdan sonra gedəcək, ustadların, doktorların, əni görüşünə alağın, baxaqın, doktorların da nə deyəcəklər var? Qalın bizimdən ayrılmaq. شنو رايك بالدوام عن بعد يعني عن طريق المحاضرات اللي هي محاضرات دائما عن طريق اونلاين او امتحانات اونلاين شنو رايك بها؟ والله يعني هاي شيء يعني كله زين بالنسبه لنا لان تعرف الوباء يعني منتشر واحنا كمرحله ثانيه يعني عم صار نص الدوام الالكتروني نعم فيعني طبينا مواد يعني جديده نعم شيء يعني والالكتروني يعني هو افضل زين انت طالب يا كليه؟ هندسه هندسه انتم باعتبار موادكم اكثر شيء المواد علميه يعني مو نظري مو مثل بقيه الكليات انت لازم يعني دوامك بالاسبوع كم يوم احنا هسه بعد الكليات يوم واحد او يومين او ثلاث ايام انت دوامك بالاسبوع مره لو مرتين مره واحده زين الامتحانات تشوفها ناجحه عن طريق اونلاين هسه دوام قلنا اونلاين اما الامتحانات النظريه من ناحيه الامتحانات النظريه ناجحه يعني بس من ناحيه العمليه يعني لازم ناخذ يعني نشتغل بدينا مثل ما نقول حتى يعني ناخذ فكره ونتعلم تشوفها يعني تجربة ناجحة وتحب تستمر هذه التجربة لو مثلا بعد انتهاء الوباء ترجع الدوام نفس الشيء؟ لا طبعا بعد انتهاء الوباء يعني ترجع الحياة مثل ما كانت قبل يعني افضل. يعني برايك انت كطالب في كلية الهندسة دراسة عن بعد تجربة ناجحة؟ نوعا ما يعني زينة اشوفها يعني من ناحية الوباء يعني حتى يعني تعرف يعني وباء منتشر بكثرة فيعني امتحانات عن بعد اكثر يعني هواي احسن. والقاعات شوية صغيرة يعني تعرف وعدد كبير من الطلاب فلازم شلون رايكم بالامتحانات الالكترونيه والدوام دوام عن بعد؟ والله يا عزيزي الدراسه عن بعد لها جانبين، جانب سلبي وجانب ايجابي. يعني الجانب الايجابي انه راح يقل التباعد، بس هذا هم تقريبا مو ذاك الاهميه، ليش؟ لان راح يصير دوام يوم بالاسبوع. فانت اذا يصير يوم بالاسبوع نفسه كانما مداوم سبع خمس ايام بالاسبوع. يعني ما سوينا شيء. والجانب السلبي تقريبا جوده التعليم راح تقل. لان يعني مو ذاك التواصل بين الطالب والمدرس. فاكيد العمليه التعليميه راح تقل مو نفس النتيجه المحاضره وجه بوجه الدكتور والطالب فالى هذه اكيد كل اي شيء اي موضوع يعني بالحياه له شيء جانب سلبي وجانب ايجابي نعم زين انت برايك كطالب في جامعه كركوك وقسم اللغه العربيه صحيح؟ نعم زين تشوف هذه التجربه لاول مره طبعا باعتبار نعم. الوباء انتشرت غير مالوفه انتشرت بشكل كثيف في العراق وقرارات وزاره التعليم العالي دراسه عن بعد والامتحانات الالكتروني هسه اكو قرار كل يوميه يعني امتحان عن بعد عن طريق اونلاين من البيت صحيح. وقسم لا تحضيري يعني قسم اكو اراء مختلفه طبعاً. انت تشوف بانه امتحان الامتحانات نصف السنه او الكورس الاول الكورس الثاني او الامتحانات النهائيه ان تكون في الجامعه او عن طريق اونلاين والله افضل الالكتروني زين شنو السبب؟
الكتروني ليش؟ شنو السبب؟ لان انت اغلب ايام السنه قضيتها الكتروني، خوش؟ وما تعاملت ويا الدكتور، فالدكتور ما راح تفتهم عليه بشنو راح يفاجئك بالاسئله، او شنو راح تكون طريقه الامتحان، او شلون راح تقرا انت، فانت تعودت على نمط الكتروني، فما يصير يجي يفاجئك نهايه السنه انه يقدم لك امتحان حضوري، فانت بهاي الحاله ايش راح تسوي مثلا؟ زين كطالب هم تعاني من مثلا كهرباء ماكو، مثلا انت دراسه صباحيه وصبح ما تقعد، كهرباء ماكو، او مثلا انترنت عندك مشكله، هم تعاني من هذه المشاكل؟ والله اكيد اعاني، شو اسوي؟ كهرباء صفر، يعني كهرباء لازم تنتظر المولد، قبل شهر كان بالثلاثه شغل المولد، هسه زين بال 12، يعني هم زيار المولدات موجوده، يعني اغلب الناس تلتقي هذا المولد، بالعكس المولد يعني الله يساعدها همين، كهرباء تجي ساعه ساعتين تطفى 5 إلى 6 ساعات. فانت اذا عندك محاضره بالساعه 8:30 كهرباء ماكو، ايش راح تسوي؟ افرض هذا بهذا الوقت الكهرباء مقطوعه، عندك امتحان او كويز يومي، انت ايش راح تسوي؟ اكيد راح تحرم من هذا الامتحان، تحرم من المشاركه في المحاضره، فاكيد الكهرباء سبب رئيسي للمعاناه في هذا الجانب التعليمي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وسهلا. شنو رايك بالدوام، او شنو رايك عن الامتحانات الالكترونيه او الدراسه عن بعد؟ الدراسه عن بعد اي اوافق صديقي بان هي سلبيه، لان الانترنت ضعيف، كهرباء ماكو، شو اسمه، حتى مرات اذا اكو كهرباء مثلا انترنت ينقطع مثلا، وما تفتهم شيء، يعني واحد يحكي من هنا واحد يحكي من هنا، ما تقدر تفتهم، سيطره حتى على شو اسمه على الطلاب، هم على المحاضره ماكو سيطره. كطالب تشوف هذه التجربه مفيده، تستمر هذه التجربه؟ لا، مو تجربه غير مفيده، ما تستمر. انت فضلت منه احد النقاط السلبيه للدراسه عن بعد، وما ماكو سيطره على المحاضره او كهرباء ماكو، بعطيك نقاط لو بس هذني اللي اختصرتني، يعني الاضافه للانترنت هذا هو السبب الاكبر، يعني هو انترنت وكهرباهم ماكو، يعني نعم. طالب مرحلة أولى وأنت كملت السادس، وبعد هذه المعاناة تأجيل الامتحانات وجيت للدوام ودراسة عن بعد، جيت شفت الجامعة دراسة عن بعد، شنو رأيك بالدراسة عن بعد؟ والله الدراسة عن بعد يعني ما تنفع الطالب، ما يستوعب مثل ما يدخل المحاضرة مباشر مع الأستاذ أو الدكتور بالجامعة، وأكثريتها يعني تصير بها مشاكل تضارب بالمحاضرات، يعني ما يقدر يستوعب الطالب مثل ما يجي للجامعة. يا قسم الجغرافيا بالاسبوع كم يوم عندك دوام؟ يوم واحد، يوم الاحد، باعتبار ماده علميه تشتغل. اي نعم. زين، انت كطالب تشوف هذه التجربه ناجحه وتحب تستمر هذه التجربه، عشان تفضلت بانه هذه مو تجربه ناجحه، يعني باعتبارك طالب تشوفها يعني ماكو ما تستوعب مثل ما تستوعب داخل المحاضره. امتحانات، بس احنا قضيتنا هم سؤال عن الامتحانات، امتحانات يوم اكو بالجامعه، يوم تحضيري، يوم الكتروني، تشوف امتحانات تكون داخل البيت وعن طريق الاونلاين او الكتروني، او تشوفها داخل الجامعه؟ لا طبعا، اذا دراسه الكترونيه تجي تمتحن داخل الجامعه يعني راح يكون شيء صعب عليك، يعني من يعني ناحيه يعني انت اصلا بالمحاضرات مو حل، يعني راح تستوعبها مثل ما بالاستاذ. زين، فتجي تمتحن بالجامعه يعني راح يكون شيء صعب، هي لو كلها الكترونيه لو كلها بالجامعه داخل الجامعه يعني هيك افضل. Tabii ilk önceden bu elektroni derslerin yani bir şeyini, background'ını koydu, yakın daha geçmişini açıklamak isterim. Aslında yani bu bir bizim normal dersler yanında, normal talim yanında bunu da uygulasak tabii ki faydaları vardır. Yok, faydaları yoktur aslında. Yani bütün tarafları yani zararlı bir şey yoktu. Tam tersine bir faydası var bunun.
Faydası da nerede? Yani bilirsiniz, şimdi artık dünyada her şey yani elektroniğe geçiyor. Bu talimatlardır, bu bazı mesela öğrencini ilgilendiren kaynak meselelerdir, yani çalışma kaynaklardır, incelemelerdir, bunlar hepsi yani bu elektronik internet yoluyla hepsi gerçekleşir. Talebe ister istemez, öğrenci ister istemez yani bu elektronik mecele girmesi lazım. Fakat burada bir şey var, bir husus var. Bütün bizim bütün derslerimizi elektroniğe çevirmek tabii ki bu biraz sıkıntı yarattı bizde. Öğrencilerin bütünü diyelim ki yani bizde bir elektrik veya internet sorunu yoksa ki her zaman da bu mevcuttu bu sorun. İnternet şebekası güçlü bir hatımız varsa, sürekli elektriğimiz varsa da yine de başka bir sorun da var burada. Yani öğrenci tam dersini anlayacak şeyde değil elektronik derslerde. Yani her zaman bizim bu taklidi, bu normal derslerimizin yanında biraz daha alçak seviyede kalır, düşük bir seviyede kalır. Dolayısıyla öğrencimiz bu Talim Müdmec Bakanlığımız, Yüksek Öğretim Bakanlığı'nın Talim Müdmec şeyi çıkarttığını da sebebi budur. Talim Müdmec nedir? İşte ameli derslerin elektron derslerin yanında da bir de tatbiki ameli dersler olması lazım. Bizim bölümde de sanırım başka fakültelerinde bazı derslerden yani hem elektronik dersler vardır hem de ameli tatbiki dersler vardır. Dolayısıyla bu şeyde cedveller bu şekilde düzenlenipti. Öğrencilerin bir kısmı işte belli günlerde gelir veya bir gün haftada gelirler. Bu elektronik derslerin dışında da bu ameli dersleri alırlar. Evet. Ey doktor, biz şimdi öğrencilerin talebelerle görüşünü aldık tamam. Talebeler bir kısmı diler güzel bir tecrübeydi. Ama çoksa diler istemiyoruz bu tecrübe devam etsin. Evet. Yani diler biz isteriz evde olduğumuz zaman yani meşakimiz var. Ancak bu sistemin elektrikte, internet müşkilası var. Onun yanında da bazı diler isteriz devam etsin ama yok hapı maddelerde. Ey de siz görüşünüz bu dirasa en bu online demekle. Devam eder. İndi yarın bir gün inşallah lokah çıktıktan sonra koronavirüs kaldı. Bitti kalmadı. Lokah çıktıktan sonra. Siz görüşürse bir devam etsin. Yani iyi bir tecrübeydi bizim Irak'ta bu tecrübeni yaşadık. Yani hasen Irak edebilir müfacit bir şekilde bu tecrübeni bir kere aldı. Siz görüşürse bir devam etsin bu tecrübe yoksa koronavirüs bittikten sonra tabii dönsün devam. Evet, dediğim gibi yani bunun biz yani bütün ihtisaslarda da bu geçerlidir. Bütün ihtisaslar için geçerlidir. Öğrenci normal derslerine yanında da bir de bu şeylere de başvurması lazım. Yani elektronik derslerden tamamen kesilmemesi lazım yani burada. Çünkü başka bir yararı vardır, başka bir faydaları vardır. Biz daha koronadan, bu pandemiden önce bizim 2010'dan beri Bilkent Üniversitesi ile mesela video konferans şeylerimiz vardır, programımız vardır. Video konferans haftada bir gün öğrencileri sabahtan öğleye kadar bir 4 ders, 5 ders seans şeklinde yani yine de uzaktan eğitim şeklinde Bilkent'teki hocalardan ders alıyorlardır. Bu sene de başladı bizim sanırım geçen hafta veya 10 gün önce derslerimiz başladı. Bu bizim normal derslerimiz yanında daha çok destek şeklinde bir şeydir, bir eğitimdir. Öğrenci yani normal dersi de alırken bundan da istifade etmesi, fayda görmesi de çok makul ve güzel bir şeydir, iyi bir şeydir de aslında. Ama bizde tamamen her şeyin elektronik olması, her şeyin uzaktan eğitime bağlanması yani çok isabetli bir şey değil.
çok faydalı da bir şeydi. Az önce sizin de dediğiniz gibi öğrencilerin birçoğu da yani normal derslerin devam etmesini istiyorlar. Bu şekilde yani pandemi bittikten de sonra, koronavirüs yendikten de sonra bu sanırım bu şekilde devam edecektir yani uzaktan eğitim. Ama yok, hapsin üzerine. Ama bazı tabii maddeler. Ki yani bazı maddelerde veya bir maddenin hocadan burada normal dershanede dersini aldıktan sonra yine de bu classroom üzerinden, meet üzerinden bazı ek bilgiler de bilgiler şeklinde yani alması şeklinde de olması öğrenci için bir faydalı bir şeydir. Vallahi özü yani online iyi bir şeydi. Bez bizim sıkıntımız neydi? İnternetle ilgili sıkıntımızdı. Yani baksan bizim internetimiz olmur bazı şeyler. Onu için derslere iyi katılabilmirik. Bez sıkıntımız ondaydı yani özü iyi şeydi. Yani siz sadece sıkıntınız bez internet mevzuydu yoksa siz bazı maddeler var edebilmesiniz mesela uzakta olduğu zaman derse ama bu dediğim zaman yani evden yani. Online'da ya da internetten okumaklıktı. Baksan ahiyenen mesela o fikre ulaşmır sana istedik o kimin ki burada o hamas var sende ya sen camiye hazır olsan burada şubede sınıfta o hamas yoktu sende evde okuduk o zaman. Ben özel her halde yani bizim üniversitede okumamız daha iyiydi online'a göre, internete göre. Bas yani bu Covid olduğu için yani gerek yani beladi. Gerek şeyde okuyalım, online'a okuyalım. Siz, siz bu tecrübe Covid bittikten sonra aynı devam etsin bazı maddeleri üzerine yoksa aynı devam diyorsun tabii %100 avaki kimi? Yok devam aynen tabii diyorsun daha hoştu. Evet, yani yani sizin hatta siz elektronik dersine o kadar rağbet etmişsiniz. Yok yani onu da rağbet etmiyoruz. Yani devamımız şey olsa Covid kalksın inşallah. Yani biz aynı öz üniversitemizde devam etmeye razıyız hazırlıkta. Çünkü bazı konular da aynı vakitte uygulamalı. Çünkü bazı konular da uygulamalı daha şekilde anlar gözün. Çünkü elektronide olmur, anladılmır. Ali şeyde derste ders olarak daha iyiydi. Yani şimdi siz bazı maddeler var. Online olduğu zaman o madde size ulaşmır. Yani ulaştığı zaman da iyi bir şekilde ulaşmıyor. Yani siz o maddeyi kamil istihab etmişsiniz ki burada aldığı zaman. Tabii burada daha mazbuttu. Ona göre çünkü burada her şey detaylı bir şekilde açıklanır bizimki. Nece böyle olur, nece böyle olmuyor. Ama elektronide ise böyle döngü. Normal bir şekilde geçiyor. Tecrüben nece kanşarladı? Yani bu tecrübe bir müfaci bir şekilde oldu. Elak talebeler üzerine. Yani yok idi bundan evvel online. Ne şekilde kanşarladınız? Vallahi doğrusu yani kimsenin hoşuna gitmez yani bir böyle bir şey olsun. Çünkü aynen detaylı bir şekilde açıklanmıyor. Siz zahmetlik çaydı o bidayeten yoksa karşıları özün elektronize? Yok zahmetlik çekmedik. Bas bir internet sıkıntımız var. Bazen de şarjımız bitirin. O yüzden. Ya da karaba elektrik müşkülası var. Elektrik tabi müşkülası var aynı vakitte. Sualımız budur. Siz online dersi okumak üzere. Siz beğen sözün iyi tecrübe edin sizin için yoksa yok? Yok valla iyi tecrübe değil ki bizim için. Çünkü güzel adı çekiyoruz. Çünkü hocalar dersler şarh edir bize. Bazen
classroom'da anlarız, bazen anlamırız. Bir ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela Türk dilinde kavaidi diyeğin anladır hoca anlamıram ben. Bir şey anlamıram. Online olduğu zaman. Online olduğu zaman classroom'da da anladır. İşte atır bilgiler bizde ama ben bir şey anlamıram. Yani bura gelende, şarh edende hepsini anlarım. Yani online eğitimi bence yok. Peki siz neçinci merhala siz yine buyurun? Çinci. Siz geçen yıl birinci olarak bu tecrübe bir kez feceten oldu. Tabii bizim Irak'ta bundan önce yok idi bu online okumaklık. Tabii korona virüsü üzerine bir kez feceten oldu. Siz bu tecrübe nece kanşarladınız? Bu okumak uzaktan, derse en büyük de online demekle. Valla ben olumsuz kanşarladım. Çünkü çok üzüldüm. Bir geçen yılımızıydı. Nisfı seneden sonra da yani yarı yıldan sonra da bir şey anlamadım mevzulardan, konulardan. Hoca şarh edilir bir şey anlamırdım. Yani arkadaşlardan da sorurdum. Aynen çoğu arkadaş da benim tekiydi aynen. Onlar da bir şey anlamadı. Yani üzücü bir konudu. Yani temennimiz o da aynen eski halimize daha dönerdi. Çünkü bizim için bu zererdi. İleride öğretmen olsamız bizden bir şey sorsalar biz online eğitiminden aldığımız konular onu ne de anladığın. Hani sınıfta anladasan, iyi anlasan, hani classroom'da anladasan. Tabii Ayşe Seyirci gördüğünüz gibi bizim programımız devam ediyor. Tevelerin de öğrencilerin de görüşlerini almaktayız. Bir kısım öğrenciler temenni edilir devam dönsün. Aynı var ki kimin online okumaklarda ya da derse en büyük dediğimiz zaman razılığa gelir. İle biz evde oturduğumuz zaman dersi o şekilde anlamadık ki kulliyede ya da camiada anlarız. Bir kısım da sorduk o zaman dedik eğer siz hazırsınız hazırsınız bu tecrübe devam etsin. Koronavirüs bittikten sonra bir kısım temenni edilir bu online demeklik yani koronavirüs bittikten sonra aynı devam etsin bir kısım da yok. Tabii kalemizin aynı giderken talebelerin o bir görüşlerinde Allah'ın bakarın o bir talebeler ya da başka bir talebelerin diyecekleri nerede kalemizin? شنو رأيك بالامتحانات الإلكترونية؟ والله هي زينة يعني شوية تسهيل للطالب وبيها فرصة نجاح أكثر. زين. بس هم شوية يعني ما نستفاد مثل يعني العملي والحضوري. ليش ما تستفاد؟ يعني دائما يكون غوش وهالسوالف. إيه يعني ما تعتمد يعني على نفسك. يعني مثلا يصير يعني أحيانا مثلا. أكو فرق بين المحاضرة الإلكترونية وبين المحاضرة اللي تكون حاضر في داخل الجامعة. أي نعم حتى يعني من طريقة الفهم من طريقة الاستيعاب مو مثل بالمحاضرة موجود والدكتور يشرح وإيش. أكو فرق. أنت بصفة طالب في جامعة كركوك تشوف هذه التجربة حلوة تحب تستمر هذه التجربة يعني مثلاً تقدر تستفاد من بقية الدروس مثلاً احتمال ما تستفاد من درس بس تستفاد من دروس أخرى. الوقت الحاضر يعني ملائمة زينة بس ما تستمر بها يعني ما شوفها مو ناجحة يعني. نتمنى أنه تنتهي الفترة ويرجع الدوام مثل قبل. والله من قسم علوم حياة كلية تربية علوم صرفة. نتيجة مرحلة. مرحلة ثانية. سن إنت طالب olarak bir öğrenci olarak buraya gelsen görüşü nerede bu online okumak üzerine beğensin özün yoksa nece görürsünüz? Valla bu elektronik almak çok güzel bir şeydi. Bas yani talebeye tesiri vardı bunun. Tesir eder özünü çok. Bihati yani gelse orada sen online asılsın şeyde elektronik gelse burada imtihan huzur etse çok zahmet gelsene. Arada huzur etse şeyi محاضراني امتحان ده حضوره صدق خي يعني بالشيء ترى بس بو باستمرار السنة بعض الدول ده هم حضوري ده هم ده الكتروني بنفس اللحظة لازم بس نال امتحانات حضورة ومحاضرات حضوري أي دست حفتنا نشوف إن دوميت سس بس حفتنا إيش جن دوميت دار إيش جن أحد إيش مادة علمي مادة وزو ها وارمزو مادة علمية مزو أخ بزيم شو وقت عملي مزو
قسم علوم حياة. يعني سيس كندا حفتدا 3 gün devam etsiz. تمام. امتحاناتوز حضوري اولو بردا يوكسا عين الكتروني دي. لا فقط حسب وزارة التعليم العالي وردي قانون حسب شيء كتاب دا يازنبتو بأنه العمليلار اسوزن حضوري على سوزن بردا شيء دا امتحان دا لسا حضوري. تمام بو تجربة فجأة oldu bilirsiniz. 2020'de bir veba intihar etti alemde bir şekilde yani sariع bir şekilde. O sebep oldu bir ki devamlar şey olsun. Tamam. Tabii yine siz 2020'de bu fecetten olduğu zaman siz de talebeydi o zaman da. Nece kanşarladınız bu tecrübeni? Vallahi bizim yanımızdan da hoş tecrübeydi bu. Yani, tecrübe elektroniğe hoş tecrübe. Bas nadirem size tesiri var bazı tullab. يعني بزنا على قسملار تاثيره ورشوخ انه بز علوم صرفه ونجي تاثيره تمز بزه بس بزنا عليه يو والله تاثيره درزان لان عمل اللي ارشوخته اي ده فرضا gelen günlerde وباء kalmadı hayat tabii bir şekilde döndü حزاسس بو تجربه دوام etsin بعض maddeler üzerine yoksa diye devam aynı hapse külliyede olsun hapse külliyede بس بو تجربه قصصından çok hoş çok güzel تجربه بو تجربه الكتروني تجربة مميزة من نوعها وهي طبعا تجربة حديثة تعتبر بالعراق يعني قبل سنتين من جائحة كورونا استخدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعني هسه أنا كشخص أو رأي شخصي جاي تصلني المعلومة قبل ما أجي للجامعة شلون يعني؟ يعني أنا جاي أخذ المحاضرة أونلاين إلكتروني على الكلاس روم أو توصلني فتكون عندي معلومات عدة مسبقة وتكرر عندي تأكيدا بالجامعة فتكون عندي تجربة ممتازة أما بالنسبة لبقية الطلبة اللي جاي يريدون حضوري الحضوري هو طبعاً يعني 100% أفضل من الإلكتروني أن تكون عندك تجربة مميزة إنما الإلكتروني أيضاً ناجح 100% ومواكب مواكب للعصر الحديث وللتكنولوجيا ومواكب للدول المتقدمة الدول الأوروبية وهذا كلها تستخدم التجربة الإلكترونية بكل نجاح زين فرضاً عادة الحياة إلى طبيعتها كطالب في جامعة كركوك تحب تستمر هذه التجربة؟ نعم تستمر وهي بكل تأكيد يعني أكد لك 100% التعليم الإلكتروني يستمر سواء رجعت الحياة طبيعية أو إن شاء الله ترجع يعني ما بقى شيء الحياة يعني إن شاء الله سعادة إلى طبيعتها وهذا المرض إن شاء الله تجاوزناه وما بقى إلا شيء القليل منه إنما التعليم الإلكتروني مستمر بكل الأحوال زين أكو قسم من الطلبة يقولون لا إحنا نريد دوام حضوري 100% بدنا نرجوع إلى دوام دراسة عن بعد أو الامتحانات الإلكترونية شنو رأيك؟ إنما هذا رأي أكيد يعني هو كل الطلاب أنا يعني أول واحد أريد حضوري حتى يكون عندي اطلاع على المعلومة 100% يعني أنا بالأسبوع بدل ما أداوم يوم أو يومين عملي يكون عندي 5 أيام حضوري ولهذا تكون عند المادة واصلة 100% إنما التعليم الإلكتروني تعليم ناجح وما عليه حكي نهائيا يعني وراح يستمر سواء حتى إذا رجعت الحياة لطبيعتها هو التعليم الإلكتروني مستمر لأن أي معلومة تريد توصلها للطالب مستحيل توصلها وهو انت ما تعرف وين هو بس اذا كان التعليم الالكتروني مستمر تقدر توصل المعلومه للطلبه كلهم بسهوله خلال دقائق يعني وهذه شغله طبعا ناجحه من نوعها احنا ما مستخدمين التعليم الالكتروني مسبقا ولا مستخدمين التقنيه الحديثه وهذه السنتين اثبتت انه اي معلومه جاي توصل للطلبه باي وقت يريدون والطلبه يكون عندهم اطلاع كامل على اي موضوع ياخذوه قبل ما يجون بيوم يعني هذا الشيء راقي من نوعه يعني هذه وجهه نظر طالب يعني ومارس التجربه اكثر من سنه كشيء ما انترنت اكيد انترنت مزور خاوه وهي ما خاونه به هي ما مستكان ما خاوه به الدكتور كان خاوه به وسا تيجيشتن يكزر وانا به دو هن مادة هي ك أبي أستاذ روبرو فيرما بك إما تناجن أو للري إلكترونيك أو يجي لدسنا أو شكو يزانك إما تناجن مزبوط بريخين لما نبوي ما بيتك يشد واي بس تر يشكى بري آخرة ومهم ناجح بون معنا إن شاء الله بزاني تونا زين انت تشوف هذه التجربه حلوه ناجحه دراسه عن بعد تحب تستمر هذه التجربه لو تنتهي بعد انتهاء الوباء
والله سركوتونية هيك سودة كيوانية بس بو أجر أو مادانة كغير أساسين أو كيشمانية اللي بيخانين بس أو نيوش أساسي بهرب حضوري بيخانين بين بو كلية بس شيب كين أما قرارات وزارته وبيشير كرنين لدس أمو دكتورة كان آنية. طبعا التعليم الإلكتروني كان فرض نتيجة ظرف معين، هذا الظرف ظرف عام طبعا نتيجة جائحة كورونا، هذا الوباء العالمي الذي يعني انتشر بشكل فظيع في كل الدول وتسبب بسلبيات ومآسي كثيرة جدا، من ضمنها في تأثيره في الجانب التعليمي. التعليم نتيجة هذه الظروف أصبح تعليم عن بعد، تعليم إلكتروني. هذا التعليم تم اللجوء إليه نتيجة هذا الظرف، نتيجة هذه الجائحة. هذا التعليم لا يصبح أبدا بديلا عن التعليم الحضوري، لكن الظروف الحالية اقتضت أن نلجأ إلى هذه الآلية لكي نقلل من حجم هذا الفيروس ونقلل من عدد الإصابات، ونتيجة لما تقرره خلية الأزمة والقائمين على وزارة الصحة والعملية الصحية في هذا البلد. جناب الدكتور، برأيكم هل هذه التجربة مميزة وتجربة رائعة وبإمكان هذه التجربة أن تستمر في سنوات المقبلة في الدراسة في الجامعة أم تنتهي بعد انتهاء الوباء؟ أكيد هذه العملية طبعا أعطتنا تجربة جديدة في بخصوص التعامل الإلكتروني والتواصل عبر المنصات الإلكترونية المتاحة مع الطلبة، وهذه التجربة فيها إيجابيات حقيقة، لكن لعدم توفر بنية تحتية فيما يتعلق بتنظيم هذه الأمور وفق رؤية ودراسة استراتيجية قائمة على دراسة أبعاد هذه القضية كلها، في الوقت الحاضر لربما هذا البديل غير مناسب، أما في بالإمكان الاستفادة منها في بعد انتهاء أيضا بعد انتهاء هذه الجائحة، والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية، في أخذ الجوانب الإيجابية منها في بعض الأمور وبعض التفاصيل، والاستفادة منها في العملية التعليمية بشكل عام. جناب الدكتور، كيف استقبلتم هذه التجربة في بادئ الأمر؟ كانت طبعا العام الماضي الوزارة أو القائمين على الجانب التعليمي أمام خيارين، إما ضياع العام الدراسي على الطلبة أو إكمال مسيرتهم التعليمية وبأقل ما يمكن من الخسائر. يعني الجهات ذات العلاقة اختارت هذه الطريقة، التعليم الإلكتروني. في بداية الأمر طبعا العام كانت الأمور لربما يعني ليست مثل الآن صارت عندنا هذه السنة تجربة في التعامل مع المنصات الإلكترونية وتنظيمها وفق ضوابط معينة، لا سيما تنظيم إيميلات جامعية لكل طالب وترتيب دخولها في الشعب والمنصات الإلكترونية وفق ضوابط ترسمها الجامعة. طبعا أكيد في بدايتها كانت الطريقة بها مشاكل أكثر، لكن الآن الأمور مرتبة أكثر.
جناب الدكتور، في البداية أود أن أستفسر من جنابكم بخصوص الامتحان ودراسة عن بعد. هل هذه التجربة كانت مفيدة في الجامعة؟ وكيف استقبلت الجامعة في بعد الأمر بعد انتشار الوباء وبخصوص الدراسة والامتحانات الإلكترونية؟ شكراً لقناة التركمانية العراقية على هذا اللقاء. طبعاً السؤال مالك بشقين، يعني الشق الأول أنه التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني حقيقة يعني فرض علينا وهو ليس خيارنا. فتعرفون مع بداية جائحة كورونا في بداية عام 2020، يعني في بداية عام 2020 وتحديدا بالشهر الثالث، وضعت أوزاره على كل دول العالم والعراق، وجامعتنا حال حال بقية الجامعات كان عليها أن تبدأ بالتفتيش عن الحلول لاستمرار السنة الدراسية وعدم ضياعها على الطلبة. فكانت من ضمن الحلول الموجودة أنه يعني أما تأجل السنة الدراسية أو حلول أخرى، فكان الحل الناجح فعلا هو الاستمرار بالدوام عن طريق التعلم الإلكتروني عن بعد. وحقيقة الوزارة متمثلة مع السيد وزير التعليم العالي المحترم وجه جميع الجامعات، وإحنا دورنا وجهنا جميع الكليات، وحقيقة كانت استجابة سريعة من قبل الطلبة ومن قبل التدريسين بالبدء فعلا بالتعليم الإلكتروني عن بعد. ومثل ما لاحظتوا السنة السابقة تكللت بالنجاح مع بعض السلبيات طبعا، ويعني لازم أكو سلبيات هيشي، لأنه التعلم الإلكتروني وهي يعني فد شيء جديد. فالسنة الدراسية كانت انتهت على خير والحمد لله، وما فقدنا سنة دراسية من الطلبة. في السنة الدراسية الجديدة اللي بدأت يوم 6/12/2021 حقيقة كان أكو نوع من التسهيل أيضا، وبناء طبعا على تقارير لجنة الصحة الوزارية بأنه بالإمكان أنه يكون تعليم مدمج. وفعلا كانت تعليمات الوزارة بهذا الخصوص أنه يكون التعليم هالمرة مدمج بين الإلكتروني وبين الحضوري. الكليات اللي بيها مختبرات علمية، فكان يتوجب أنه الطالب يحضر على الأقل من يوم إلى يومين في الكلية، وبقية الأيام يستمر بالتعليم الإلكتروني. الكليات الإنسانية لا، كان كله التعليم الإلكتروني موجود في معظم المواد الدراسية الموجودة. بالنسبة للدراسة العليا لا، الامتحانات والحضور كله حضوري لقلة الأعداد طبعا، يعني مقارنة بالدراسات الأولية. حقيقة في آخر تعليمات صدرت إلنا والأغلب الطلبة شافوها، تقريبا تحددت نسبة أنه الامتحانات النهائية سواء نهاية الفصل الدراسي الأول أو نصف السنة أو نهاية السنة الدراسية، قسمت المواد إلى 40% يكون امتحان يعني بالنسبة للمرحلة الأولى، 60% يكون امتحان إلكتروني ومحاضرة إلكترونية، و 40% تقسم إلى يكون محاضرات وامتحانات حضورية. بالمرحلة الثانية والثالثة والرابعة لا، تكون النسبة بالعكس، 60% للمواد المواد يكون بها الامتحان حضوري، و 40% يبقى للامتحان الإلكتروني. جناب الدكتور، ممكن أن تستمر هذه التجربة في السنوات المقبلة بعد انتهاء الجائحة؟ شكرا، حقيقة سؤال جيد. يعني احنا يعني هي لابد انه كل تجربة بها فوائد معينة، فاحنا يعني صح يعني ان شاء الله ان توقع انه هاي الجائحة تخلص، بس احنا استفادينا فد شيء انه يعني منا لازم يكون التعليم الإلكتروني بالموازاة مع التعلم الحضوري والمحاضرات
الحضورية. Tabii Ali Seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yani hafta yeni bir bölümle sizinle olacağız. Hoşça kalın.